وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من مسقط سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان. سعادة الدكتور جمعة، بلا شك أن مملكة البحرين تشاطر شقيقتها سلطنة عمان الحزن والحداد برحيل جلالة السلطان قابوس، كيف تعلق دكتور على ذلك في ظل الدور الكبير للقائد الراحل في توطيد العلاقات الثنائية في ظل منظومة مجلس التعاون؟ مرحبا. طبعا في البداية يعني نود أن نتقدم بحر التعازي والمواساة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق السعيد المعظم سلطان عمان وإلى الشعب العماني الشقيق بوفاة المغفورة له بإذن الله تعالى. حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وأن يتقمد الفقيد بواسع رحمته ويسكن فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الحاكمة والشعب العماني الشقيق الصبر والسلوان. طبعا يعني فقدت الأمة العربية والإسلامية قائدا حكيما والذي كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه والقضايا الأمتين العربية والإسلامية. طبعا منذ شاقة النهضة المباركة بعد تولي مقاليد الحكم منذ 50 عام، استطاع بحكمته ونظرته الثاقبة أن يحول السلطنة إلى دولة عصرية حديثة بكافة أركانها، ومن أهم هذه الأركان إصدار النظام الأساسي للدولة ومجلس الشورى ومجلس الدولة والمؤسسات. طبعا هذه هي الخطوات التي والإنجازات التي تمت لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب العماني، النهوض بالسلطنة إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة. يعني بلا شك يعني العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين وسلطنة عمان هذه علاقة عريقة وثابتة ممتدة الجذور في أعماق التاريخ. في ظل الرؤية المستنيرة للغيرتين حكيمتين في مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، وإحنا طبعا يعني حريصين على تعزيز ودعم هذه العلاقة وتطورها لما في مصلحة الشعبين الشقيقين. طبعا اليوم في السلطنة يوم حزين يعني لكافة الشعب والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، و يعني نتمنى للشعب العماني الشقيق الصبر والسلوان، و يعني إن شاء الله في ظل يعني قيادة الآن برئاسة السلطان هيثم بن طارق نحن نتطلع إلى تطوير يعني العلاقة إلى أعلى المستويات في مختلف المجالات إن شاء الله. نعم. إذن سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، شكرا جزيلا لك.